رجعنا مرة تانية مشاهدينا علشان نبدأ يومنا النهاردة، وهنبدأه بفقرة الصحافة. هنعرف من خلالها أهم المنشطات والأخبار الموجودة في جميع الجرائد النهاردة. قبل ما أسرد معاكم الأخبار الموجودة في الجرائد، لازم أرحب بضيفي الموجود معانا النهاردة، الصحفي الأستاذ أحمد سامي متولي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بيك. كل سنة طيب. وحضرتك طيب. الشعب المصري كله طيب. أمين يا رب. الأستاذ أحمد سامي متولي هو الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. إيه رأيك أستاذ أحمد نقول مع بعض الأخبار خبر خبر، نرجع بعد كده نعلق عليه مع بعض. الخبر الأول هو في المصري اليوم، الخبر بيقول أن الجنزوري في الطريق لرئاسة حكومة الإنقاذ، موسى يعتذر والبرادع يشترط صلاحيات مطلقة. الشروق صفحة أولى، العسكري يضع الجنزوري تحت الاختبار الشعبي، المشير التقى المرشح المحتمل للحكومة والتحرير يرفض، والجنزوري انتظروا اليوم وأدعوا لي. الأهرام اليوم السابع صفحة أولى، صراع المليونات يشتعل، مليونات الفرصة الأخيرة دي في التحرير، أو أبناء المشير تساند العسكري ده في العباسية. الشروق صفحة أولى، هدوء في محمد محمود والتحرير يتزين لمليونية حق الشهيد. الأهرام صفحة أولى، الانتخابات في موعدها وتحقيقات فورية لمحاكمة المتورطين بالأحداث. الشروق في الصفحة الأولى أيضا، العيسوي لشيخ الأزهر، الداخلية لم تطلق النار. المصري اليوم الخبر قبل الأخير، النيابة تتسلم تقارير تؤكد مقتل متظاهرين بالرصاص الحي، ومصادر أنصار أحد الفلول ألقوا المولوتوف. آخر خبر معانا النهاردة في صف فقرة الصحافة، المصري اليوم صفحة 3، صفحة أجنبية بتقول تعيين حكومة جديدة هي غطاء لاستمرار العسكري في الحكم. أستاذ أحمد، أول خبر معنا في المصري اليوم، الجنزوري في الطريق لرئاسة حكومة الإنقاذ، وموسى يعتذر والبرادع يشترط صلاحيات مطلقة. تمام، هي كويسة أوي كلمة في الطريق دي، يعني معناها أنه لسه لم يكلف رسميا. وشايفين طبعا النهاردة كل يعني كل التلفزيونات بتقول إن هو يعني عقد اجتماعا تشاوريا مع المشير. لكن أنا شايف إن هي توقيتها كويس، ربما يكون عامل تهدئه للي هيحصل النهارده شويه، ان تقول امبارح ان خلاص ان احنا بنشكل حكومه، خلاص المشاورات ابتدت، سواء جه او ما جاش دي حاجه تانية. وهو برضو في نفس الوقت انا حاسس ان هو ممكن يكون بالونه اختبار بطرح اسم الدكتور الجنزوري، نشوف رد الافعال ايه في الشارع السياسي وفي ميدان التحرير برضو في نفس الوقت، والحركات الاحتجاجيه على اساس يشوفوا لو الحركات الاحتجاجيه كانت مختلفه جدا. في آراء. الآراء في البيوت كانت مختلفة جدا، وفي الشارع برضو كانت مختلفة جدا، على أساس إنه طبعا الجنزوري كان أيضا من ضمن مش من ضمن النظام الآخر، وهو ده مش معناه إن من كل الناس اللي كانوا في النظام الآخر فهم سيئين، في ناس كانت كويسة وفي ناس كانت مش كويسة. طبعا. ولكن إحنا بقى من خبرة الفترة اللي فاتت إحنا عندنا نقطة إنه مش عايزين حد خالص من اللي كان من ضمن اللي كان ماشي على نفس نهج نظام مبارك، يعني مش عايزين حد من نظام مبارك. وده إعادة إنتاج لنظام مبارك. لا، هو مش إعادة إنتاج لنظام مبارك خالص. الدكتور الجنزوري يمكن بعد ما خرج ظل فترة طويلة صامت، وتحدث بعد الثورة على طول، وقال كل حاجة، وكشف حاجات كتير في مشروع توشكا، وكشف عن سلبيات كتير في النظام. فهو طبعا يمكن دلوقتي ممكن ما يكونش محسوب أول نظام مبارك. لا أكيد. لكن هي الفترة أقول لك الطويلة، احنا عندنا شعور داخلي أو يمكن تفكير في العقل الباطن ان احنا عندنا زي مش رافضين بس مش عايزين حد. لا، هو اترفض، يعني خرجت 6 ابريل رفض مطلق، يعني كانت احنا بدنا رفض مطلق. وبعض الحركات الاحتجاجيه على الفيسبوك ابتدوا يعني يكتبوا امبارح حاجات ساخره، عادونا الايام. يعني سمعت حاجه يقول لك يلا يا عم ننزل نشتري شريط، ننزل ناجر شريطين فيديو لمش عارف مين. أيوة. لفريده سيف النصر. أيوة. وحاجات زي كده، نقول ان الزمن عاد بينا، العجله رجعت بينا للوراء. جدا قديم جدا. طب راي حضرتك ايه في انه موسى يعتذر والبرادع يشترط صلاحيات مطلقه؟ تمام. رايك ايه في الموضوع ده، او رايك في ايه انه موسى اعتذر؟ موسى يعتذر، هل هو ده عدم حرق، مش عايز يحرق نفسه في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي؟ بالتاكيد لو الخبر سليم 100% ان هم كلفوه او طلبوا منه هو اعتذر، يبقى طبعا اكيد خايف من حته زي ما حضرتك بتقولي الحرق. لكن هو المجلس العسكري نفى على صفحته على الفيسبوك، الادمن
بتاعه على الفيسبوك امبارح نفى ان المجلس العسكري يكون كلف عمرو موسى البلد. موسى. استاذ سيد عمرو موسى ان هو يترشح لرئاسه الوزراء، نفى نفي والبرادعي مخرط كان برضه كان في برضو في في رفض مشاورات، بعض بس هو كان عايز من بعض سلطات الناس. كامله، سلطات كامله يقدر يدير ملف الامن وملف الاقتصاد، الملفات الاساسيه اللي في البلد اللي بتقلق البلد كلها. فطبعا يعني جايز يكون المجلس العسكري رفض يعني ان هو يدير في الاول هذه وفي الاخر السلطات نفسنا حد المطلقه ياخد بايدينا ونعدي بس المرحله الحرجه جدا اللي احنا عايشين فيها دي. يا مسهل. تفتكر ده هيبقى محتاج ساعة صدر من الثوار والشعب المصري علشان ندي فرصه لحكومه الانقاذ الجديده ان هي تعمل شغل ولا ايه؟ محتاج طبعا، احنا بنقول حكومة الانقاذ دي ممكن تقعد شهر او شهرين او 3 شهور، مش هتقعد فترة كبيرة قوي، بالظبط. فمحتاج ان احنا العجلة تدور بس وتمشي والانتخابات تتم وكده، ونرضى يعني دكتور الجنزوري ما اظنش ان في خلافات شخصية مع اي من التيارات السياسية اللي موجودة، ودي انا شايف ان دي حاجة كويسة. بالعكس ممكن يعني مثلا لو قال مثلا ابو الفتوح، نتكلم عندنا ابو الفتوح في خلافات شخصيه مع الاخوان، ممكن يقول لك لا احنا مش عايزين. فانا شايف ان لو في شويه احتجاجات ممكن نعديها عشان المركب تمشي. شروق صفحة أولى بيقول إنه العسكري يضع الجنزوري تحت الاختبار الشعبي. في نفس الخبر بيقول المشير التقى المرشح المحتمل للحكومة والتحرير يرفض، والجنزوري يقول انتظروا اليوم وأدعوا لي. في مصادر مقربة للجنزوري قالت ان هو فعلا تم تكليفه، تم تكليفه خلاص يعني، وهو دلوقتي في مشاورات لتشكيل الحكومة، تشكيل الوزراء، مجلس الوزراء. هو لما طلع ما رضيش يقول حاجة، قال استنوا النهاردة وادعوا لي، يعني معنى تصريحات ضمنية ان انا تقريبا كلفت يعني. وطبعا النهاردة احنا عارفين ان في مظاهرات نازلة في ميدان العباسية، جهات كتيرة دعت ليها من ضمنهم الكتلة الصامتة، وزي ما بيقولوا في حاجة اسمها أبناء المشير، وكذا جهة بتدعو ليها، والحمد لله إن هم بعدوا عن التحرير أو بعدوا عن حاجة قريبة من التحرير يعني، وإن شاء الله تبقى مظاهرات سلمية. والمجلس العسكري طلب إن مش عايز حد يتظاهر، بالنسبة لي يعني هو ترك الفرصة للشعب، هو عمل قال لك مظاهرات استفتاء. سلمية، يا رب تكون فعلا مظاهرات سلمية، ما يحصلش أي دماء خالص في هذه المظاهرات وهو يا رب. مارس أحسن أنواع الديمقراطية، الاستفتاء، الاستفتاء الشعبي ده أكتر أنواع. وخلاص، والانتخابات في ميعادها، ودي حاجة كويسة جدا. بعدها على طول إن شاء الله الشورى، بعدها الرئاسة، فإن شاء الله الدنيا تمشي. الأهرام الفرصة الأخيرة، الاستقرار أو الفوضى. العسكري يطالب باليقظة وعدم التظاهر تأييدا له، اللي كنا بنقوله والثوار يواجهونه بتسع مطالب. ايه هما بقى 9 مطالب؟ برضو قولهم عشان اكيد في ناس وهي بتتفرج علينا محتاجة تعرف المطالب الأساسية كلها طبعا، اللي احنا كنا طالبين. مجلس رئاسي انتقالي، حكومة إنقاذ وطني، محاكمة رموز الفساد، سرعة محاكمتهم، المطالب الأساسية طبعا. المطلب الأساسي دلوقتي اللي هي الفرصة الأخيرة أو كده، إن هو يتنحي المجلس العسكري عن الحكم، دي برضو دي يمكن أول مطلب بالنسبة للتحرير النهاردة. لكن أنا بدعو الثوار في التحرير يعني نلجأ إلى الاستفتاء. انا خليني معاك كده واحده واحده نتكلم بعض. تنحي المجلس العسكري ثم بعد، ما هي دي الفكرة، إلى أين مصر، إلى أين بعد؟ لازم يبقى في يعني سلطة تنفيذية، لازم في واحد مين اللي هو يقدر يفصل ما بين السلطات. يعني احنا دلوقتي لو عندنا السلطة التشريعية مش موجودة حاليا، مين اللي بيديرها؟ المجلس العسكري هو ماسك كل السلطات في ايده حاليا. احنا لو جبنا مجلس وزراء، مجلس الوزراء ما يقدرش يتخذ قرارات ابدا تخص رأس الدولة، ما يقدرش خالص يعني، مفيش اي حاجه تقدر تتيح له بكده. مجلس رئاسي، مجلس رئاسي يعني هنقول من 3 أو من 5 هيتم الاختلاف عليه والتناحر عليه وبتاع، وهنرجع لايه لبرضه لنقطه الصفر تاني. مظبوط، صحيح. فنعدي بس الـ يعني نروح لليوم السابع بقى. اليوم السابع صراع المليونات يشتعل. زي ما قلنا النهارده هيكون في اكتر من مليونيه، هيكون في مليونيه اسمها الفرصه الاخيره دي في التحرير، واسم تحس بيه فيه بلهجه تهديديه. طبعا. ابناء المشير تساند العسكري ده في العباسيه. تمام. ابناء المشير ده انا ايه اول رايك مره بس اسمع الاول عنه. في اسم المليونيه النهارده، الفرصه الاخيره؟ تحمل تهديدا واضحا للمجلس العسكري، زي ما بقول لحضرتك يعني لازم نقبل بالديمقراطيه، ده حق يعني، ده المفروض كمان دي منحه مش حق يعني. منحه مثلا الدستور بيقول ان رئيس الجمهوريه يقدر يستفتي الشعب في اي موضوع
شايف ان هو هيمس استقرار هذه البلد، وطبعا مفيش عدم استقرار في هذه البلد مفيش قد أفضل. الوضع الاوضاع الحاليه يعني. فخلاص احنا الشعب احنا اللي نقرر بقى يعني. هو بيقول خلاص انتوا قررتوا، انا عملت اللي عليا وانتوا قرروا، صحيح. فاحنا لازم يدينا الفرصه احنا نقرر كم واحد هيقولوا اه وكم هيقولوا لا. وانا شايف ان لو عملوا استفتاء لازم يقولوا البديل ايه في الاستفتاء يعني. ما طبعا يقولش كده، ما يقولش هل توافق على بقاء المجلس العسكري اه او لا خلاص وبعد كتابه بعدين. فلازم يتقال بعدها عدم بقائه ده هيترتب عليه مثلا اجراء انتخابات رئاسيه مبكره، ندعو للانتخابات المبكره في خلال مثلا 60 يوم بالكتير يعني، ما يزيدش عن كده. فطبعا ده معناه ان مع انتخابات مجلس الشعب مش هينفع، لازم طبعا فلازم الاول نخوض بالانتخابات البرلمانيه، ثم بالترتيب لازم الحياه تمشي بالنظام المعهود يعني. بالظبط. فاحنا داخلين في حزبة بيرما دلوقتي، مين هيبقى مين الاول بقى، الانتخابات الرئاسيه ولا الانتخابات البرلمانيه؟ لو اتعمل الاستفتاء ممكن الانتخابات البرلمانيه دي تقف خالص، وهي يعني يوم الاثنين دوت يعني قدامنا 3 ايام ومفيش تاجيل. فخلاص الامر واضح ان الاستفتاء ده هياخد برضو 3 4 اسابيع ممكن عشان تبتدي تعد اكيد الاستفتاء وتعد اكيد اللجان طبعا، وقت طبعا. الانتخابيه. اه طبعا الشروق هدوء في محمد محمود اللي شفنا فيه الفتره اللي فاتت طبعا يعني مش هدوء، عايزين نقول ايه يعني، عايز اقول كلمه ان هو يعني كان مشتعل اشتعال دائم لمده 4 ايام. تمام. النهارده هدوء في محمد محمود والتحرير يتزين لمليونيه حق الشهيد. ايه رايك في الخبر ده؟ هو الحمد لله أول مرة تختفي أصوات عربيات الإسعاف، والمشهد اللي بنشوفه بتاع الموتوسيكلات اللي بينقل الجرحى والضحايا ده اختفى بالأمس. فأتمنى إن النهاردة يتزين لمليونية حق الشهيد يا ريت بمعنى الكلمة، بدون منصات زي ما إن احنا شاء الله. سامعين النهاردة، بدون قوة سياسية غالبة فيه أو مؤثرة فيه، فتطلع مليونية هادئة. المصري اليوم صحف أجنبية بتقول أو بتعلق تعيين حكومة جديدة غطاء لاستمرار العسكري في الحكم. زي ما قلنا انا شايف ان في بعض الصحف الاجنبيه بتتكلم بتدخل كبير في الشان المصري يعني، مظبوط. اه بتدخل وبيتكلموا في حاجه مش يعني لم يعوا المشهد السياسي المصري جيدا يعني. هم مش موجودين اه، ممكن يكون بالتأكيد ليهم يعني. مراسلين وكل حاجه، لكن مش عارفين الثقافه المصريه ماشيه ازاي، والعقل المصري بيفكر ازاي، والاوضاع ماشيه ازاي. ده أكيد. انا قريت الخبر لقيت ان فيه مغالطات جامده جدا فيه، وبيقول ان المجلس العسكري ده استبدادي زي عهد مبارك واكتر من حسني مبارك يعني، بيتكلموا حاجات انا شايف ان ده والله تدخل. خلينا بس نسد ودانا دلوقتي عن الاخبار بتاع الاجنبيه والحاجات اللي هم يعني هو مش هيضيفوا كمان اراء ولا بالظبط، يعني. يسيبوا احنا نشتغل بقى مظبوط يعني، عندنا عقلاء وعندنا ناس كتير جدا يعلقوا يعني. المصري اليوم النيابه تتسلم تقارير تؤكد مقتل متظاهرين بالرصاص الحي، ومصادر بتقول انصار احد الفلول القوا المولوتوف. خلينا بقى في الاول كده واحده واحده. اول نص الخبر بيقول انه في تقارير بتقول انه مقتل متظاهرين بالرصاص الحي، جه بقى منين الرصاص الحي؟ والله كله بينفي برضو القلة المندسة شايفين نمسكها بقى الفترة ديت. شفنا وزير الداخلية نفى تاما، وراح قابل الشيخ الأزهر امبارح في مقر المشيخة وقال له ان انا ما ضربتش رصاص على صدور المتظاهرين زي ما اتقال، وزي ما حضرتك فضلتك حذرت ان بلاش نعمل حاجة احنا عمرنا ما عملناها. فلغاية دلوقتي واضح ان هي قلة مندسة، وفي مصادر زي ما حضرتك بتقولي في الخبر ان انصار احد الفلول القوا المولوتوف. القوا المولوتوف ده بيقولوا واحد من المساجين الفتورة من رموز النظام السابق هو اللي بيمول بيمول اه الموضوع دوت. وديت والله. طبعا النيابه بقى هي اللي هتكشف الحاجات ديت، بس احنا ما شفناش حاجه سيناريوهات اتكشفت في الفتره اللي فاتت كلها في كل الـ الـ سيناريوهات في وللاسف كل احنا الحاجات اللي طلعت، السفاره الاسرائيليه يعني كل حاجه، مفيش حاجه اتكشفت لغايه دلوقتي لا. يعني. بص الحقيقه هي اكتر حاجه بجد توجع القلب انها سيناريوهات والنتيجه بتاعتها كلها دم. هو دي اكتر حاجه احنا بنأسف ليها بجد بتحصل في ويا ريت البلد الشعب دلوقتي. يعرف اذا كان في فلول، اذا كان في فرقه مندسه، اذا كان في بلطجيه، نعرف مين هم والناس تعرف تستريح شويه. لكن بقالنا 6 شهور في اضطرابات وكده وحوادث قتل عنيفه، وفي الاخر ما حدش عارف، حدش كشف انا خالص نفسي مين هم كلنا الفرقه بجد المندسه زي دي. ما الشعار بيقول الشعب والجيش ايد واحده، والشعب والشعب ايد واحده، والشعب والشرطه ايد واحده. نفسي كلنا نبقى ايد واحده، ساعتها هنعرف مين النشاز في وسط هذه المجموعه. عايزين
مصالحة، عايزين مصالحة مع الشرطة، إن شاء الشعب الله يتصالح مع الشرطة في أقرب فرصة يعني. يا رب. أستاذ أحمد، بكده خلصت فقرة صحافتنا النهاردة. أنا بشكرك جدا أنا على وجودك متشكر، معانا. ميرسي متشكر قوي. حضرتك. مشاهدينا، كان معانا الأستاذ أحمد سامي متولي، هو صحفي بجريدة الأهرام. قلنا مع بعض الأخبار النهاردة اللي كانت موجودة في جميع الجرائد. هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية عشان نكمل باقي فقراتنا، ونهاركم سعيد.